خير يا عمر. أنا عايز أروح أعيش وحدي أنا ومرتي في البيت القديم. لا، أنا ما أقدرش أفرقك أخوي. بتهونش علي. الكلام اللي بينا مفيش حد يعرف بيه. طمن، أنا عندي كلمتي. اسمع يا عامر، انت ما تقولش مش بخاطرك، بغصب عنك. خبر زين، فهمني؟ انت راجل طيب، ما تستحملش انك تشوف اهل بيتك بيتبهدلوا. خلصنا من الموضوع ده. انا همشي الصبح على البيت القديم. عايز الناس تاكل وشنا، عايزهم يقولوا مشيت اخوي وخرجت بره دار عمه بعد ما مات بيومين. هدي يا اخوي، هدي شوي بعدين ويخرج براحتك. اللي تشوفه. عامر، نصيبك الشرعي فرصة عمك موجود يا اخوي، وقت ما تعوزه هتلاقيه. انا ما عايزش حاجة، خليهولك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.